مخطط الله إنه الزواج يكون مقدس. سمح موسى لقساوة القلوب حتى تحد من الطلاق العشوائي الطالق، حتى يحتاج إلى كتاب. لكن خليني أقول أحبائي، الزواج مرة تانية في العهد الجديد طبعاً مش واضح كتير، لكن يحق للطرف البريء. لكن إذا الطرف المذنب تزوج مرة تانية من مطلق أو مطلق تزوج هو كان الطرف المذنب، فيعتبر زاني لأنه ممنوع الزواج مرة تانية. وكثير ناس بتسألني هذا السؤال، طيب إذا في ناس اتطلقت قبل ما تصير مسيحية، كثير ناس غير مسيحيين مسلمين بوذيين من القبائل كل عم بيجوا لخلاص المسيح وفي منهم مطلقين، أي إشي تحت خلاص المسيح أو قبل خلاص المسيح كله في الماضي تحت الدم بيتغطى. أنت بداية جديدة، حياة جديدة في يسوع المسيح.